كنا قد عرضنا في الأول من الشهر الجاري حال مواطن من سكنة الخمس بناحية السلام بمحافظة ميسان، وقد غمرت المياه في ذلك الحين منزله وأتلفت ممتلكاته. هذا المواطن تفاقمت حالته حاليا بعد انهيار خيمته بسبب الرياح الشديدة التي ضربت محافظات عدة، من بينها المحافظة التي يسكن فيها وهي محافظة ميسان. لنستمع الآن إلى مناشدة جديدة وجهها هذا الرجل اعتراضا على الحال الذي وصل إليه بسبب السيول وسوء الأحوال الجوية. أناشد الدولة وأناشد الدولة، كل دولة وعلى الجوائز وعشان الله صوتي. أنا فضلت وبيتي فاض وهسه أراك مين وأنا شغل وخيمتي، يعني بنيت الخيمة وجتنا عاصفة طاحت بالليل الساعة بالثنتين ونص ليل. شهادك شلونهم؟ والله فأنا جهالي نايمين وشلت جهالي، حتى واحد منهم تنق، والله تنق يعني عدة تنق، وأنا مريض ما عندي سكة فشلت جهالي، هم نايمين شلت جهالي حطيتهم بغير مكان نقليتهم. يعني ليش هاي خيمة هيك؟ ليش يعني تحطون خيمة طاحت علي عاصف؟ شوفوا لي حل يا علي دواي، تسمع صوتي ايه ونسمع صوتي، عليكم الحسين مشروه وخلي يسمعون صوتي. الدولة أريد منهم مساعدة، هاي أريد منها أول مرة، أريد مساعدة من الدولة وتسمع صوتي وأنا بخدمة علي دواي وأريد يساعدنا على هاي الشغلة اللي صارت علينا. زرنا والله، يعني زرع راح من عندنا، زرعنا بستان راح من عندنا بفضنا، وأريد يعني تسوي لي مسكن. شو بالله حل؟ أنا فضلت يعني أموت، أنا ما مريض أنا.